حزن واللي ايش الحكايه يا ابن الحلال؟ اللي يضحك هذا بايع نفسه بالشركات اللي انهارت اليوم، باعها قبل ما تنهار. واللي زعلان وضايق صدره هذا ما باع. لا يهمونك، حتى الرصة اللي ورا كله بيبطبط بعد شوية، لاسهم نازلة. وإن شاء الله ما يكون عندك أنت من الشركات هذه اللي يبطبطون. إلا عندي وعندك بعد، الأسهم اللي شريتها أنت كلها شركات مبطبطة. إيش هي اللي يبطبطة؟ وبعد قلت لي يكتب لي الشركات اللي بشتريها، الشركات اللي كتبتها قبل ورقة كلها الشركات بطبطا. الله يبطبط راسك.